السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وأهلا بكم برنامجكم الأسبوعي حوار في ساعة. ضيفنا هذا المساء هو أحد الكفاءات المشهود لها على مستوى خبرات مكافحة المنشطات، دكتور محمد صرفي مدير عام مختبر قطر لمكافحة المنشطات. استضافتنا له هذه الليلة ستكون للحديث عن مختبر مكافحة المنشطات في قطر، والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط. وللتعرف أكثر على تفاصيل المختبر نتابع معكم هذا التقرير. يعتبر مختبر قطر لمكافحة المنشطات هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، وتم افتتاحه في 10 من ديسمبر 2012، ليتم إضافته إلى جانب القطاع الرياضي في دولة قطر، ويكمل منظومة المنشآت والمؤسسات الرياضية، ويلحق بأكاديمية التفوق الرياضي سباير ومستشفى الطب الرياضي وجراحة العظام سبيتار. ويجمع المختبر بين الريادة في الرياضة وفي العلوم والأبحاث والتعليم، ليكون منارة للتميز على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم أجمع، ويسهم في النهوض بقطاعي الرياضة والبحث العلمي المتعلق بالمنشطات والاهتمام بصحة الرياضيين وسلامتهم والتوعية بمخاطر استعمال المنشطات بأنواعها، إضافة إلى دعم مكانة قطر كمضيف وحاضن لأهم الأحداث الرياضية العالمية. ويستقطب المختبر أفضل الكفاءات العالمية والوطنية المتميزة والفعالة، كما أن الأمل يحدو بالقائمين عليه أن يكون المختبر أول مختبر مرخص من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقدم المختبر من خلال التقنيات المتطورة وطاقم العمل الخبير المؤهل فحوصات لجميع أنواع المنشطات والمعروفة بما فيها التستوستيرون والإنفيتامين ومنشطات الدم وسترويديودات ومنشطات APO وHGH ومثبطات البيتا وغيرها من المنشطات الحديثة مثل المنشطات الجينية. ويتألف مبنى المختبر من 3 طوابق بمساحة تبلغ 10,000 متر مربع، ويقع في منطقة سباير مقابل مستشفى الطب الرياضي سبيتار في الدوحة. ويلبي هذا المختبر متعدد الاستخدامات احتياج قطر إلى مختبر تحليلي عالي المستوى. إضافة إلى هذا، يعمل المختبر على جعل التوعية بمخاطر المنشطات جزءا من التثقيف الصحي وتطوير معايير تنظيم استعمال التكنولوجيا في الرياضة وتقديم معلومات دقيقة للرياضيين تساهم على اتخاذ القرار الصحيح بتجنب أي أنواع من أنواع المنشطات. ويعمل المختبر مكافحة المنشطات في قطر على الحصول على تصنيف الآيزو AES 17025، ويهدف إلى الحصول على ترخيص الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بنهاية عام 2014، ليصبح واحدا من 33 مختبرا مرخصا في العالم. أهلا بكم مرة أخرى، يمكنكم التواصل معنا وتوجيه الأسئلة لضيفنا الكريم عبر حساب البرنامج في تويتر الذي يظهر على الشاشة الآن. دكتور محمد أهلا ومرحبا فيك، ونحن عارفين مشاغلك يعني وسفراتك كثيرة هالأيام، نشكرك على تواجدك معنا اليوم. أنا اللي أشكركم دكتور أحمد على هذه الاستضافة وعلى الاهتمام بهذا المشروع الحيوي لدولة قطر. طبعا بدون شك الكل احنا حضرنا الافتتاح في 10 ديسمبر بحضور سيدي سمو ولي العهد، ولكن من 10 ديسمبر لحد الان ماذا تم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين وخاتم النبيين. بالنسبة لماذا تم منذ ذلك الوقت، تم اقصى ما يمكن فعله وهو تقديم الطلب الرسمي للوادا الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لبدء عملية اعتماد المختبر. فعندما بدأنا في هذه العملية الطلب طبعا طويل جدا، يعني هناك أكثر من 30 أو 40 صفحة تملأ بمعلومات عن المختبر، بموظفيه، بإمكانياته البشرية وإمكانيات الأجهزة وأنواعها وأساميها وكل الإعدادات. طبعا بعد ملء هذه الاستمارات وهذه الطلبات وصلنا، يعني خلصتوا هذه المرحلة؟ نعم، هذه انتهينا منها، فجاءنا مرحلة من الوادا التبليغ بأنهم استلموا الطلب. بس التوضيح، الوادا اللي هم الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. الوكالة نعم. بلغونا باستلام الطلب. هي اللي تسعون الحصول على الاعتماد. نعم. من 2000 قبل 2002 كان الاعتماد يمنح من اللجنة الأولمبية الدولية.
وفي 2002 لاستقلالية هذا الموضوع وخطورته تخلت اللجنة الأولمبية الدولية عن مراقبة المنشطات وسلمتها للوكالة الدولية لمكافحة النشاط التي هي هيئة مستقلة بها. مقرها وينها؟ مقرها في مونتريال في كندا. أوكي. وهي الآن تمنح الاعتماد الدولي. فطبعا العملية الآن أصبحنا رسميا مسجلين لطلب الاعتماد. نتوقع منهم خلال الشهرين أو 3 أشهر القادمة زيارة للتأكد من صحة المعلومات التي بلغناهم بها. بالحساب الأجهزة والموظفين. نعم. هل ممكن يكون في نوع من عمل مقابلات شخصية مع أكيد. المختصين أكيد. موجودين في المركز؟ أكيد. في أثناء تواجدهم يبلغون طبعا بزيارة قبلها بوقت. توقف الإجازات، يجب على كل من ذكر اسمه في هذا في هذه الوثيقة أن يتواجد ومستعد للإجابة على كل الأسئلة والمقابلات الشخصية. عن الزيارة لا لم نبلغ بعد، لم يحدد الموعد بعد. متوقعة. هي متوقعة ما بين شهر 7 أو 8. يعني ما في صيف في السنة، ما في إجازة صيف. لا ما في صيف. وبعد هذه المرحلة لما يأتون للمركز ويجلسون معاكم تقريبا يعني في وقت معين. ايش اللي يصير عقب؟ بعد هذه المرحله بعد التاكد من البيانات نعطى ما يسمى الاعتماد المبدئي. واللي هو نعم هذا المبنى جاهز لعمليه الاعتماد. ثم تبدا عمليه ارسال العينات العشوائيه من قبلهم هم مركز دولي نعم الوكاله الدوليه لمكافحه النشاطات يرسلون عينات على مدى عده اشهر بمعدل 10 عينات 5 عينات. العينات هذه تجي من عندهم هم تكون يعني عينات كاختبار لكم؟ نعم. عينات حقيقية طبعا مجهولة بالنسبة لنا، هي حقيقية ومعروفة التركيز ممكن ومعروفة النتائج طبعا معروفة بالنسبة للوكالة أوكي. تفحص هذه العينات، لا مجال للخطأ، يجب أن تبلغ النتائج بكم النتيجة. لا يوجد أي نسبة للخطأ. لا بس الوقت، الوقت عادة حسب كل فحص، في بعض الفحوصات لها خلال 24 ساعة، في بعضها الفحوصات خلال 36 ساعة حسب نوعية الفحص. وفي الوقت المحدد يجب أن تبلغ النتيجة. وهذه كم الفترة اللي تصير فيه الاختبارات؟ خلال فترة 6 أشهر تقريبا. يومي؟ لا يعني حسب البريد، وما بريد ترسل بالبريد العينات. فممكن تستلم حتى في بعض الأيام مجموعة عينات بعض الأيام. هذه متوقع متى تكون؟ إحنا نتكلم إحنا نتوقع خلال شهرين. إذا إن شاء الله هم زارونا خلال شهر 7 أو 8. بعد زيارتهم مباشرة يبدأون بإرسال العينات لمدة ست شهور. بعد ما أن تبدأ هذه المرحلة نتعداها بنجاح بإذن الله إن شاء الله، تكون هناك مرحلة الاعتماد النهائي. ترسل حوالي